عمق الميدان وانتزعت المركز الأول في الأمتار الأخيرة وذهبت أيضا بالناموس وأذهلت الجميع. واليوم ما شاء الله تبارك الله قدمت عرض ممتاز، وأيضا من بداية هذا الشوط تابعنا وإياكم انطلاقتها وناموسها المبكر لمالكها جاسم الزبداني، ويستاهل أيضا راعي السبوق، يستاهل الفوز والناموس هناك المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذا الاندفاع، وهنا المركز الأول اللي على المقدمة وعلى الصدارة اللي هو شاهين لمحمد بن غانم من صقر مع سعيد العبادي، وهذا القعود أيضا جاء ثاني في المركاض الماضي وانطلاقته جميلة، وكان لحوقه أيضا يبهر في المقدمة هنا مع المركز الأول. المركز الثاني هناك شاهين لجار الله بن سالم أبو شريدة على المركز الثاني. المركز الثالث والقدوم أيضا مع عقاب لمحمد بن ناصر بن قوبان المري على المركز الثالث. المركز الرابع والقدوم مع السنافي لأحمد بن راشد بن ربيعة الكواري على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس هناك القدوم أيضا مع تفجير لعلي بن حمد القريصي على المركز الخامس. هذه النتيجة و600 متر عن النهاية والمقدمة مع هذا القعود اللي كله أيضا احتياط وانطلاقته جميلة مع شاهين لمحمد بن غانم بن صقر مع سعيد العبادي في التضمير. يا سلام يا سلام، الله الله الله، انطلق أيضا هذا القعود على المركز الأول، ولكن المحاولات من شاهين جار الله بن سالم بو شريدة على المركز الثاني، شاهين على المركز الثاني والمركز الثالث مع بن قوبان، ولكن هنا المقدمة شاهين لمحمد بن غانم بن صقر ومع سعيد العبادي على المركز الأول الميتين متر الأخيرة. ولكن بوشريدة خطير، بوشريدة خطير، جار الله بن سالم خطير، ولكن يا سلام يا سلام يا شاهين، شاهين شاهين أيضا على المركز الأول لمحمد بن غانم بن صقر هنا ومع سعيد العبادي في التضمير. سلام 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 وتحية لمالك شاهين والمضمرة على فوزه في هذا الشوط وانتزع عليه نقطة هذا الشوط. المركز الثاني لجار الله بن سالم بن شريدة، المركز الثالث أيضا هناك عقاب محمد بن ناصر بن قوبان المري، والتوقيت الزمني دقيقتين 15 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ساعة الوصول أمام خط النهاية، من انتزع هذا الشوط أيضا لمالك ومالك شاهين.